يلا بسم الله. بس هو وياكم تراميسو، بس مو التراميسو التقليدي اللي احنا متعودين عليه، بس هو بنكهة الليمون مرة لذيذة ومرة منعشة. عجبكم هذه الوصفة خاصة إن ما فيها بيض، كثير من الناس ما تحب نكهتها. طيب الحين أنا حطيت الجبن الكريمي، وفي نقطة يا بنات، لما أقول جبن كريمي فأنا أقصد جبن فيلادلفي والأشياء اللي تشابهها، لأن طلع الحين في السوق أكثر من براند نفس الشيء. وحطيت عليهم الحليب المكثف وبخلطهم في العجانة لين يصير القوام ناعم. وببشر على الخلطة تقريبا ليمونة كاملة، يمكن بعضكم حسنة كبيرة، بس هي اللي بتعطينا نكهة الليمون المنعشة. نجي الحين للشيرة، المفروض ما تاخذ منها دقايق. تحطين كل شيء مرة واحدة في قدر على النار، اللي هو السكر، الموية، عصير الليمون، قشر الليمون، وخليها تطبخ شوي.